نزار الفارس. شفنا قبل أيام فيديو انتشر أثناء لقائه بملكة جمال آسيا، طبعا انتشر بصورة كلش هائلة على كل مواقع التواصل الاجتماعي العربية والمحلية والعالمية بنفس الوقت، صار ترند وحصل على مشاهدات جدا عالية أثناء طلبة من الملكة اللي تدعى بيارجان اللي اسمها شنيار أحمد، طلب منها تغسل وجهها وتقوم بإزالة المكياج، فهي لبت هذا الموضوع بدون أي تردد. فذكر باللقاء بأنه الملكة ما تتردد بإزالة الميك اب، بالتالي هي تتمتع بجمالية خاصة، وهي يعني قررت تقوم بإزالة المكياج، وشفناها قبل وبعد. بعض الآراء كانت مغايرة، يعني البعض علق بأنه الموضوع جدا طبيعي وهي جميلة بكلا الحالتين، أما البعض الآخر فصرح وذكر بأنه هي موضة قديمة الآن مع بوتوكس وفيلر وأبر النظارة، حتى بدون مكياج يمكن أن تكون النساء جميلات. فإذا موجود الفيديو نشاهده إحنا وياكم لنزار الفارس أثناء طلبة من ملكة جمال آسيا أن تقوم بإزالة المكياج، ونشوف إحنا وياكم صور لوكالات محلية وعربية وعالمية داولت هذه اللقطة وهذا الموضوع من برنامج مع الفارس الإعلامي نزار الفارس أثناء طلبة من الملكة تقوم بإزالة مساحيق التجميل من وجهها حتى يتبين هل يا ترى هي أيضا جميلة بدون الميك أب. هذه اللقطة هي أحدثت ضجة على كل مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما ذكرت، وتبين بأن يارجان هي جدا شجاعة وثقتها بنفسها عالية، حتى أنه بالتالي أزاحت كل مساحيق أنه التجميل ما راح تأثر عليها. فمثل ما ذكرت بعض الآراء كانت مغايرة، مثل ما البعض صرح وقال أنه صارت موضة قديمة، لأن اليوم عمليات التجميل انتشرت بصورة كبيرة. فيارجان علقت على هذه الصورة وذكرت أنه هذه الصور انتشرت بصورة كلش واسعة، البعض شكك وذكر بأنه ما أكون طبيعية حتى بعد ما أزيل الميك اب من بشرتي. يعني فعلا اليوم إرضاء الناس غاية لا تدرك. فعلا لو نشوف العديد من الناس أو البنات أو النساء يقومون بعمليات تجميل، لكن اليوم إذا لاحظ رغم إذا كانت عاملة عمليات تجميل، الحلو بالموضوع ما مبالغة بنسبة جدا طبيعية، لكن هي فعلا جميلة بكلا الحالتين مثل ما تشوفون قبل وبعد هنا أثناء إزالة مساحيق التجميل من بشرتها وجهها بالكامل، وتبين أنه هي تتحلى بالثقة والشجاعة. الأركان الخمسة، الصلاة، أي الزكاة، أي ملكة جمال آسيا من العراق. أريد أجاوب بخصوص السؤال مالتكم أنه شنو رأي بردود فعل الناس اتجاه آخر لقاء اللي سويته ويا الإعلام نزار الفارس، لما طلب من عندي أنه أمسح المكياج ومسحت المكياج لبيت الطلب. صراحة كان رأي العالم يعني أكو أنا أريد أطلب منك طلب بصراحة، أنت اليوم ملكة جمال آسيا، نعم، والثقة بالنفس لازم تكون مطلوبة، أكيد. بس تشوف آني مخلية هواية مكياج، تقدرين تغسلين وجهك وترجعين تقعدين تحاوريني وجهك تغسلينه؟ أكيد. زين، يعني البعض من يقول إنه هذا كله مكياج، فأنا اليوم إذا أعرف بما إنك أنت، أوكي، اليوم أنا أحاور ملكة جمال آسيا، فأريد تغسلي لي وجهك حتى هذا المكياج كله يروح ونرجع نتحاور أنا وياك. أكيد كلها صراحة أروح أمسحها. ممكن؟ أكيد. يلا. أكيد. حتى نشوف مشاهدينا الكرام، البعض من يقول انه مكياج، فخلي نشوف. لا هسه تشوفون، هسه نشوف. ومع انه قبل مسويتها سويت. يلا خلينا نشوف اختي ناجد، خليكم ويانا من بعد الفاصل، حياكم الله. رجعنا لكم من بعد الفاصل يا رجان.
غسلتي وجهك ورجعتي حقيقة هاي ثقة بالنفس. هاي ثقة بالنفس مو؟ ثقة بالنفس. أنا حلوة يعني يا الربع. الحمد لله عندي ثقة بنفسي إنه كل شهواية. يس المشاهد اللي شاهدش بالمكياج وبعد المكياج توقعين إيش راح يقول؟ هي ظلت الجمال قل 40% 50%. المكياج يبرز الجمال. أوكي. فأني أشوف اللي مو جميلة مع إنه ماكو واحدة مو جميلة، أكو كل واحدة بيها شيء حلو. حلو. يعني المكياج ما يقدر إنه يخلق شكل. لا. ها. هي البنية جميلة تخلي المكياج يبرز جمالها. يبرز جمالها. هلقت. أنت عندك ثقة بنفسك ما شاء الله، وأنا أحييك إنه احترمتيني ورحتي غسلتي واحترمتي سؤالي أنا. يعني فعلا أي فتاة بالعالم مهما تكون بيضة سمرة حنطية بالتالي تمتلك جمال خاص بيها. يعني اليوم مساحيق التجميل هي ممكن تبرز جمالية وملامح كل فتاة، لكن بالتالي أي بنت إلها هوية خاصة وبصمة من ناحية ملامحها وشكلها. وفعلا يا رجال تتحلى بثقة جدا عالية على هذه الخطوة وهذا العمل بمسح مساحيق التجميل. من بعد هذا الخبر راح ننتقل وياكم لخبر